كان شوط شكلي وكان المنتخب المغربي في المستوى، ولكن هادشي ما عنده باش غينفعنا حنايا. المهم يفرحونا وصافي. كنتمنوا لهم نفوز لان عندنا فريق قوي فهمتي، وامام المنتخب الاسباني حنا المنتخب الاسباني ماشي سهل، وهذا ما كيطيحش من المعنويات ديال المنتخب ديالنا. المنتخب ديالنا في المستوى، وظلمنا التحكيم في المباراه الماضيه ما غنسمحوش لهم. الماتش الاول كما تابعناه ما كانش بحال ديال البرتغال، حنا عارفين المنتخب الاسباني كيتحكم في وسط الميدان وعنده لعابه كبار، ولكن كانت واحد الروح قتاليه اللي كنهنيو بها المنتخب. حنا خسرنا الكاس، عرفنا حنا خاسرين الكاس، ولكن ربحنا منتخب، وان شاء الله الرحمن الرحيم السنوات القادمه اللي غتقول لنا كل شيء، والماتش مازال ملعوب، وان شاء الله 3-1 ان شاء الله الرحمن الرحيم. كنتمنى لهم التوفيق ان شاء الله ومسيره موفقه، وكنشكر خصوصا نور الدين مرابط بمجهود كبير جدا وايرفي رونار، وكنتمنوا لهم التوفيق. لا فيفا عار على هذا اللي حكم اللي كسبت، هذاك الحكم راه خصو يتحاكم ويتوقف اي ضد المغاربه. جوج بيلاتيات اللي حيد لينا عيب حشومه، حنا كنا نخرجوا رابحين ضد البرتغال تولينا منهزمين، عيب عيب حشومه. برافو 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 المغاربه ويسقط الفيفا. رجولي وبطولي، وكنهنيهم بزعما لعبوا زعما رجال، لعبوا زعما رجال وفرحونا. وكنتمنوا ان شاء الله 2019 يجيبوا لنا الكوب ديال افريقيا من الكاميرون، وهذه الفرقه هذه خاصهم يحافظوا عليها. ونهني الريادي الاول صاحب الجلاله محمد السادس الله ينصرو، مع الجيل اللي طالع، الشباب اللي طالع ان شاء الله الرحمن الرحيم، وراهم فرحونا. وديما مغرب ديما مغرب ديما مغرب. اليوم شرفنا وكنتمنوا خطوه لقدام يزيدوا قدام، يحتفظوا بهذا المدرب هذا وهذا المنتخب، راه الله يجيب ليه التوفيق، راه كلهم المدرب يبقى احسن مدرب عندنا تنشوفوه هو هذا المدرب هذا. مزيان مغاربه لعبوا مزيان كره مزيان يا جماعه.